اين كانت الدوله في الوقت هذا؟ يا ولدي الدوله الدوله كانت غايبه كاع. شوف الدوله شوف الدوله اللي تي بريزونت لي زاني 90 استعملوا فيهم الغباوه نتاع الاسلاميين لخلق حرب اهليه. الحرب الاهليه هذه كانت الدور نتاعها تقضي على الطبقه الشبانيه الصاعده المثقفه والاطارات الجزائريه النازيهه اللي قادرين على شقاهم باش جامي يكملوا باسكو يكملوا ايزوري ديكوفر لو بوتوروس كون جامي تي انديبوندون اي يفون سو روبيلي وناس هادو سي سو روبيل تي على كلاس انتيليكتوال دي زاني 70 كي فا سو روبيلي سي بوركوا كي تحوس علاش قتلوا اليابس والله بوخبزه امبوسيبل تلقى لنا ريبونس مي وي مي توت ايتي كوزي دو فيل بلون بور لي جون كي ساف سي نورمال هما اللي عطاوه لاغريمون انا كنت بوزيت لا كيستيون انت درت اسيدي نقولوا دا لاغريمون درا انت درت انتخابات محليه لوكال ولا كوميونال الفيس دار راد ماري تنوض تحل البرلمان وتنظم انتخابات برلمانيه واش تسنى تو تاتون كوا باينه فوالا دونك تو لا في اكسبري كي حليت البرلمان وعلى بالك بلي هما حين يربحوا دونك على بالك بلي راح توقف المسار الانتخابي tu savais très bien est-ce que le fils il savait très bien qu'ils allaient arrêter le processus mais شوف Abbas Madani a toujours été complice de l'état la seule chose que je pose la question qui fait شرح للخليج قداه دار دراهم معاه comment il a vécu نبي نوصل لنا عليه يا trop de trucs il faut ouvrir les dossiers قلت لك même le mot شرعوهم كنا غادي نضرب في البوفار الميت الميت نشرعوه C'est pour ça que je voulais que tu mettes juste le lien entre l'islamisme et les pieds blancs, etc. pour qu'ils puissent comprendre. Chaque 30 ans, il y a une guerre ahliya. Il y a Gaza, tous les 5 ans, et nous tous les 30 ans. Et nous sommes en train de On est en plein dedans. Et actuellement, ils veulent vraiment semer le chaos. Et je pense même que le nain de jardin avec Londres, avec, il est complice, il est pour à son... Mais bien, bien sûr, شوف شوف فريد عندنا une devise. الإسلاميين هما le coupable idéal ou la victime idéale. Où dire bien où je habite. Parc. خلاص. Merci Elias. Merci Farid. Bonsoir. Bonsoir les gars. Donc. Je vais essayer de... Je prends un appel. En bas, je passe à... Hani gade naïet le 49. Hani... C'est bien que c'est n'est-ce pas. Sid Ali Bekkel. J'ai jamais connu le blé d'Anna. Je suis un peu de format. 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 Salam alaikum wa barakatuh. Allô. السلام عليكم سي رحماني صحة فطورك سلام صحة فطورك مرحبا بك اخويا سلام بليزير اخويا غير انت اللي بقيت لنا في هذا تاع الانترنت غير انت اللي بقيت مازال تهضر شويه كيما نقولوا حاجه عقلانيه يعني حاجه تاع الجيري يعني تي تسمعوا حاجه تاع الجيري تاع لي بونسور الجيريان عندي دي كيستيون حبيت نسقسيك سي رحماني تفضل بون لا كيستيون الاولى حبيت نسقسيك يعني شفتك انت تما الانتيليجنسيا تاع الجزائر من حبيت نقول لك كيل بيلون بوليتيك يعني ملي بديت لا بوليتيك حتى دوك يعني كيفاش ديسيو بار لو بوبل ديسيو بار لو بوبل شوف لا بوليتيك ان ميم سي كوا لو تيرم بوليتيك باش نديرو التقييم نتاعها السؤال تاعك مليح مربب كاع لا بوليتيك نقولوا عندنا اون بوليتيك ايكونوميك سافو دير كوا اون اون فيزيون ايكونوميك اي ان بروغرام عندنا une politique politicienne, ça veut dire عندنا une politique de gestion des affaires de l'État et du peuple. Donc le bilan politique, comme on a déjà, vraiment, je ne suis pas réellement un politique. Je suis un, je sais pas, un militant, tout ce que vous voulez. On a été poussé vers la politique par rapport à la situation de la bled. Tout ce qu'on a vu... Parce que le monsieur Ahmed, لا فيديو تاعك قديمه مع بن ستيره يحكي لك بن ستيره اش حبيت دير منا قلت له انا حبيت ندير منا حبيت نواجه حبيت هكذا وبعد قلت له حنا حزب مواجهه قلت له حنا حزب نو عندنا مازال عندنا البلان سي لا ميم
حنا قلت لهم هذاك الوقت قلت له حنا حزب مواجهه ماناش حزب معارضه، باسكو الناس يقول لك حبيت دير حزب معارضه، اجمع المعارضه لوبوزيسيون سي فاسا اون بوليتيك، صافي دير لو غوفرنمون هذا عنده سياسه ونيجي انا نعرض السياسه تاعو الاقتصاديه الفلاحيه المجتمعاتيه اكسترا ونقدم برنامج بديل. هذه معارضه، حنا بلاد ما عندناش سياسه، ينوضوا الصباح يحطوا القانون قبل ما يروحوا من البيرو يجيبوا القانون واحد اخر يناقض القانون الاول وفي زوج ابليكابل، دونك حنا حزب معارضه، حنا حزب معارضه ماناش معارضه مواجهه بليتو بوليتيك كلي كلي تما كيفاش كانت لا فيزيون تاعك تما كان نفهم انا بوليتيك نجاوبك نجاوبك لا فيزيون صح حنا كما فار اكزومبل جو بايدن هذا اللي حاكم الامريكان كان بارلومونتير ومن هنا كان مع اوباما طلع 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 باش يلحق بريزيدون باش يلحق باش يفرض لا بوليتيك اللي بغاها في راسو. ومن بعد انا حبيت نتايا حبيت نفهم سي برحماني لي تري انتيليجون حبيت نفهم يعني كاليتي سا فيزيون في البرومي كي كان يدير لو برومي با كيفاش حاب يعني حاب يلم الشعب معاه حاب يكون عنده سؤال اكزاكتومون شوف حنا بالعقل بالعقل حنا لا فيزيون تاعنا من الاول اون ايتابلي دابور ان بروغرام خلقنا حيز برنامج داير سي لو ميم بروغرام اللي راح تشوفوا في لو ليفر تاعي اللي يخرج ماشي لو ليفر لو فاسيكول ولا لو مانيفيست اللي يخرج سي كوم ان الغوريثم. حنا عندنا ان بروغرام، حنا لو بيت نتاعنا سي دو فير دو لا بوليتيك بصح بفصل، يعني باش نوعيوا الناس ماشي الاشخاص اللي تهم البرامج اللي تهم، ما تلتحقش بشخص لشخصه هو، التحق بالبرنامج اللي قنعك. وكانت عندنا ثقه كبيره انه الشعب راح يفهم وكا اي سي تي لو شوك. داير على هذه حلينا لو اف اف في على ليبوك، وقلت علاش حليت لو اف اف في، قلت انا ديسو لو اف اف في باسكو لو بروغرام تاعنا مستحيل الشعب الجزائري يفهم، مستحيل باسكو عندنا شعب عاطفي بزاف وما يعرفش حاجه اسمها المنطق او التفكير المنطقي، ما عندوش مابا اون ميثودولوجي دو ريفليكسيون منهجيه التفكير، ما تقدرش كوم حنا اون اشوازي لو كوتي تكنوكراتيك، ما رانا دروات ما رانا غوش ما رانا سونتر، حنا دي تكنوكرات سي تادير بلانيفي بور نو لا سوفرينتي د لالجيري باس افون تو. لا سوفرينتي سي كوا؟ انك تكون ماتر دو تي مويان ماتر دو طون اسباس كي نقول لك الاسباس الجغرافيا تاعك اكسيتيرا اي امبورطون او سان دو لا كوميونيتي مونديال. هذا البيت تاعنا، حنا البيت تاعنا في راسنا حاطينها في دمغينا، نلحقوا مجلس الامن ونوليو مونبر بيرمانون ويعود عندنا حق الفيتو، تما نقولوا فوزنا وربي الكعبه اون افي نو طراواي. باسكو علاش سي اون اي دون ان موند دو رابور دو فورس، ما فيهش الشعبويه.